طبعا اول حاجه مبسوط جدا وعايز ابارك لولي العهد وابارك للشعب الاردني. بالنسبه لنا دي مناسبه مهمه جدا. الموضوع مش بس هو مجرد فرح ولي العهد، هو فرح ملك المستقبل، وهو انسان من جيل الشباب. بيخليني مبسوط اني اشوف انه اخيرا الجيل الجديد هو اللي هيستلم، وهو فليه دلالات كثيره بتسعدنا كلنا كاردنيين. انا للاسف مش هبقى موجود في الاردن، هبقى هنا، هو الحدث بكره او بعد بكره، ف واحد شهر، فللاسف مش هبقى هناك، بس طبعا محتفيين ومبسوطين. يعني بقول له ربنا يعينك، قدامك مرحله طويله جدا، الشغل اللي عليه كتير واملنا فيه كبير كتير، فده برضه بريشر اكتر، لكن عندي ثقه في الـ في الـ في العيله الهاشميه في الاردن، عندهم كده حكمه وجوده في طريقه اداره الشؤون. I think he will do a great job.